تجيء زيارة وزير المالية والميزانية عيسى محمد عبد المحمود ولفد المرافق له إلى مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتكرى، وذلك بهدف معرفة عدد السيارات الحكومية التي لا زالت تستخدم من قبل بعض المواطنين بوجه غير قانوني، إلى جانب سيارات تهريب البضائع التي تمت مصادرتها مؤخرا من قبل قوات دعم النظام المالي. شفنا في الوزارة يعني ناس يعني أمال يعني دريكتورات وفيها سيرفيس يعني هنا الريسات ما عندهم وطير. الشيء ده خلانا قيمنا الميسيون بتاع الانسبكشن جنرال دي فينانس ومع الفار يعني مشوا لفوا، واليوم جابوا أقرب من 50 سيارة. الشيء ده ما مسموح. أنينا نطلب من أي واحد بخدم في منستير هنا فينانس فات بسيارة، هو يعني من الأمل رفعه ومشى بسيارة، ولا قاعد في الأمل وعنده سيارتين ولا كده، خليه يجيب السيارة ده في الوزارة عن الفينانس، وخاصة يجيبها في الانسبكسيون جنرال دي فينانس، والانسبكسيون جنرال دي فينانس ينتهي للديركسيون جنرال، الديركسيون جنرال يشيف يعطوا الماء عنده سيارة في امبو في تريزور ولا في دوان، وننطلو السيارة الشغالة ننطوها طوالي، والسيارة الخربانة كمان نقدروا نسلو قروشية نعدلوها، وتقدر تساعد في ناس وادين مهتاجين سيارات حتى كان قدام ذاتها. أما فيما يتعلق بسيارات تهريب البضائع فقد صرح الوزير عبد المحمود بالتالي: وبالنسبة للوتائر عن الفروض دول، الوتائر اللي قاعدين بخسرونا بالزيادة، الناس بيجوا بسيمي بخطوا في كسري بدلوا البضاءة وبدخلوا بالسيارات الدقاق ده، يعني ما نعرف الناس كتار ما يقدروا يفاليه الضرر الوتائر الدقاق ده قاعدين بسوا في الدولة، وده كمان الوتائر دول الشخال التعبان مرة واحد يقدروا يتشوه ويجدؤوه، والشخال كمان يقدر يرفورمي وينتو الجماعين الناس انا الميسيون الناس انا فار الناس انا ايجيف يقدر يشتغلوا فوق الزول در الدولة بتم نشول منها الضرر وننتو. هذا وعقب نهاية الزيارة قدم الوزير شكره لقوات دعم النظام المالي على الجهود التي قاموا بها، متمنيا منهم المواصلة في نفس النهج لأجل ضبط السيارات الحكومية من الموظفين الذين تم استبدالهم بأشخاص آخرين بغية تسخيرها لصالح الخدمات الحكومية بدلا من تركها على أيدي أشخاص لم تكن لهم مناصب إدارية بالمؤسسات الحكومية.